خلاص نبدأ في موضوع تاني إن شاء الله في البداية بس بتاعتنا. إيه الموضوع الجديد؟ إيه الموضوع الجديد؟ أنت دلوقتي كتبنا شوية كومنت صح؟ كتبنا إيجيبت ده كومنت وبعد كده قلنا إيجيبت ده شتيم. إيه إيجيبت وإيه إيجيبت ده شتيم؟ وبعد كده قلنا إيجيبت ده شتيم قلنا له سلاش ديف سي دي روم بس. إيه بقى إيجيبت وإيه ده شتيم وإيه سي دي روم؟ قلنا كالك، قلنا كالك 2010 وكالك مثلا 2011 زي اللي احنا قلناه. ايه بقى الحاجات دي؟ يعني ايه اللي احنا كتبناه ده؟ خلاص؟ نمسك بقى الكرنت سكات الصيغه العامه لاي كرنت في الدنيا، الصيغه العامه. خلاص؟ الجنرال سنتكس بتاعها، الجنرال سنتكس، الصيغه العامه بتاعتها كتب ازاي؟ قال لك الصيغه العامه لاي كرنت ايا كان هتشوف حياتك لها تعمل ثلاث حاجات، الكوماند نفسه وطبعا ده مانداتوري او الزامي. ده اساسي لازم على الاقل يكون الكوماند موجود، يعني كنت شفت لها الايجنت بس. خلاص؟ في عندي اوبشن معاه وفي بعد الاوبشن ارجيومنت. خلاص؟ الكومنت زي ايجنت. بلاش الكابيتال ده عشان نكست كيس سيستم ايجنت. خلاص؟ جنب ايجنت احنا قلنا له داش تي صح؟ بعد داش تي او بعد الاوبشن احنا قلنا له مثلا سلاش ديف سي دي روم صح كده؟ هو الكوماند نفسه هو الكوماند اللي هستخدمه مفيش جديد هو ايجنت يعني ايجنت ده هو كوماند. طب الاوبشن؟ الاوبشن بيسموه كوماند موديفيكيشن. كوماند موديفيكيشن ده بيعدل حاجه في الكوماند، بيعدل شكل الكوماند مثلا. يعني الكوماند ده كان طلع لك بالشكل الفلاني خلاه يزود عليه مثلا كذا او خلاه يقلل منه كذا او كان ايجكت ده هيطلع سيدي روم راح من المره دي راح مدخله فهو نفس الكوماند. يعني ايجكت ده مسؤول ان هو يحرك التروس مثلا بتاع سيدي روم، هي كان المفروض تتحرك لورا راح ايجكت ده معدل الحركه ونخليها تلف عكسي. ده مثال بس يعني. ماشي؟ كنت هعمل ليست للفايلز من فوق لتحت، من A to Z. دلوقتي عملت ليست من Z to A. يبقى ده كوماند موديفيكيشن. أنا غيرت اللي الكوماند كان هيعمله. حلو جدا. طيب، لسه كمان إيه؟ الأرجيومنت. الأرجيومنت بتغير هو الاوبشن غير لي ايه؟ تاني الاوبشن غير البيهيفير بتاع كوماند. خلاص؟ والارجيومنت غيرت الموديفيكيشن اسف. خلاص؟ يبقى الاوبشن غير البيهيفير سلوك. خلاص؟ غير سلوك. انما ارجيومنت ضغط عليه حاجه، عدلت فيه حاجه. خلاص؟ بدل مثلا ما كنت اطلع الكوماند بتاعي على السكرين، لا انا هاخد الكوماند ده اطلع اوب بتاعه احطه في ملف. انا كاتبت في الايه؟ في الاوب بتاع الكوماند. طيب كنت هعمل ليست للفايلز في المكان اللي انا فيه، لا المره دي هعمل ليست لملفات مثلا في ام سلاش هوم او في اي مكان تاني. يبقى الكوماند نفسه زي ايجنت. الاوبشن خلاص بايه؟ بيغير البيهيفير بتاع الكوماند. والارجيومنت بيغير الموديفيكيشن بتاعه. خلاص؟ ماشي كده؟ طب جميل جدا. ندي مثال، عندي كوماند مثلا هناخده كمان دقيقة واحدة هنحضر فيه دكتوراه اسمه ال اس. ال اس ده بيعمل ليست للفايلز، رابطة ولا أقل. ماشي كده؟ ده بيلستنج الفايلز. ممكن أقول له ال اس بس. الكوماند ده هيمشي زي الفل. يعني مش هيطلع لي اي مشكله خالص. ممكن اقول له ال اس وادي له اوبشن داش ال. داش ال عمل لي لونج ليستنج. داش ال سمول. خلاص؟
ده كله. يبقى كده انا غيرت ايه البيهافير. المفروض كان يرد الملفات جنب بعض، ده شال عرض الملفات تحت بعض وزودت شويه معلومات، مش كده؟ طيب ممكن اقول له بدل المفروض كده هيعرض في المكان اللي انا فيه دلوقتي، يعني اقول له الاس داش ال في الاوضه اللي انا فيها يعرض لي الحاجات اللي في الاوضه بتاعتي. طب انا ممكن اقول له الاس داش ال في اللاب اللي جنبي هيعرض لي ايه؟ الحاجات بتاعت اللاب اللي جنبي. يعني اقول له سلاش هوم مثلا كده، لما هيعرف مكاننا فيه هيعرف بتاع فين سلاش هوم. في مشكله؟ يبقى انا كده غيرت الموديفيكيشن بتاع الكاميرا، عدلت عليه حاجه، بدل ما كان هيعمل عندي حاجه في المكان اللي انا فيه هيعمل عرض الايه؟ المكان اللي جنبي، مش كده؟ يبقى تظبط اي كوماند في الدنيا ايا كان. لحد دلوقتي في مشكله؟ طيب نخش بقى بعدها على الفايل سيستم عشان بقى نمسك الكواس نقعد نلعب فيه شويه. طيب حلو جدا. حد دلوقتي حد عنده اي مشاكل؟ اللي عنده اي مشكله يوقفني. نمسك بقى الفايل سيستم. انا المثال المشهور جدا اللي شرحته من يوم ما عرفت لينكس لحد النهارده وده انا بمسكه وما بلاقيش احسن منه بصراحه، هو ان الفايل سيستم بالظبط هو حته ارض عندي بس. الفايل سيستم هو ارض ارض، الهارد ديسك بتاعي انا بعتبره كل ارض عندي. الفايل سيستم هو حته ارض. في مشكله؟ الفايل سيستم انا حته ارض عندي مثلا عندي 20 فدان. خلاص؟ طب 20 فدان انا مقسم. مقسمهم بالمنظر ده. دول اربع فدادين ودول اربعه ودول اربعه ودول اربعه ودول اربعه. لحد دلوقتي في مشكله؟ دي مسميها ارض رز. دي ارض رز. خلاص؟ ودي ارض قمح. ودي طماطم. خلاص؟ والارض دي مثلا خيار. خلاص؟ الشوم. كفايه تونه يعني، كفايه جيش، كفايه تونه بالجيش. ودي مزروع اي حاجه يعني. الشوم. بطيخ. في مشكله؟ دي حته الارض اللي عندي. هو مش اي ارض في الدنيا، في كل ارض ايا كانت على حسب الزرع الارض دي بتتعمل معامله خاصه. يعني مثلا معروف ان ارض الرز محتاجة طول السنة مية، محتاجة مية بالتبل طول السنة. خلاص؟ ومحتاجة إن شكل الزرعة، شكل الأرض نفسها يبقى كل ما بين كل مكان ومكان مش عارف كام شبر. عشان الرز معروف إن هو بيتقل في الأرض زي ما بيقولوا يعني. طب أرض الطماطم دي معروف إن هي بتتزرع في الشتاء. يبقى أنا ما أقدرش أزرع الطماطم دي أروح جاي زرعها في قلب أرض حرة يعني. ما ينفعش. صح؟ البطيخ، البطيخ محتاج إن هو يجرى كتير جدا ومحتاج حرة عالي جدا. صح؟ القمح مثلا، القمح محتاج جو معتدل، مش محتاج جو حار قوي ولا جو برد قوي. والقمح مش محتاج ميه كتير. يبقى انا كده على حسب كل زرعه وعلى حسب كل حته ارض مزروعه ايه؟ انا بقدر اتعامل معاه. ما اقدرش اجي في قلب القمح اروح زرعه في ارض حر جدا وكلها ميه طول النهار، هيموت مني. خلاص؟ يبقى على حسب احتياجاتي. طيب هتقول لي طب انا ازرع الارض دي قمح ليه؟ ما انا احتياجي قمح، انا محتاج قمح. يبقى ازرع الارض دي قمح. ما ينفعش اكون محتاج رز وانا ازرع الارض دي قمح. مش منطقي يعني، صح؟ بالظبط الفايل سيستم، لو الفايل سيستم بتاعي في فات 32 وفي ان تي اف اس وفي اكستند 3 وفي اكستند 4 وفي مثلا زد اف اس بتاع سولاريس، تقول لي انا بختاره مع اساس ايه؟ على اساس احتياجاتي. مثلا انا محتاج انستول اوبريتنج سيستم ويندوز. طب هقول لك ثانيه واحده، الويندوز بيسبورت فيها 32 وان تي اف اس، انت محتاج ايه في ويندوز؟ هتقول انا عايز 98، اقول لك يبقى انت محتاج مين؟ في 32. طب لو انت قلت انا محتاج ويندوز بس او ويندوز 7، اقول لك يبقى انت بس عليك بين تي اف اس. يجي واحد ثاني يقول لي لا انا عايز اكسن 3، اقول له انت مثلا عايز كام؟ طب هتعمل اكسن 3 ده؟ يقول لي عايز انستول ريت 5، 5 يبقى انت محتاج اكسن 3. يجي واحد رابع يقول لي لا 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 ثانية واحدة، أنا محتاج انستول في دور 14، آخر حاجة خالص في الاتحاد دلوقتي. في دور 14 يبقى أنت أحسن حاجة تستخدمها يا إما اكسنت 3 يا إما اكسنت 4. طب الأحسن لك
لا حصل لك ايه كمان؟ الفوق. الفوق هتقول لي الفوق ليه؟ اقول لك الفوق فيه كذا وكذا وكذا. ماشي؟ يجي واحد رابع بقى يقول لك لا لا يا عم انا مش محتاج الكلام ده كله، انا محتاج صرف سولاريس ومحتاج عليها ستورج عاليه جدا، يعني انا محتاج ستورج اقصى اقصى رقم ممكن، خلاص، ومحتاج برفورمانس عالي، ومحتاج يبقى عندي بتاع فاس ده بيسبورت كذا وكذا وكذا، خلاص، بغض النظر عن زد اف اس بيسبورت ايه، اقول له بس ما دام صرف سولاريس يبقى انت محتاج زد اف اس او يو اف اس، بس انت في ما عندكش زد اف اس افيلابل يبقى استخدم زد اف اس. حد عنده مشكله؟ هو ده السيستم بتاعي، هي حته ارض متقسمه على حسب احتياجاتي. بالظبط الهارد ديسك عندي، ده الهارد ديسك، هو كل ده الهارد ديسك بتاع 20 جيجا هم دول، مقسمه على حسب ما انا محتاج. ماشي كده؟ في نفس الوقت، في نفس الوقت انا ممكن اضم كل كام حته ارض كده؟ واحطهم في كونتينر لوحدهم، ليه؟ لان حتتين الارض دول لو سبتهم جنبهم بالمنظر ده كده هتحصل لي مشاكل. يعني مثلا انا زرع ارض رز. خلاص؟ زرع ارض رز وزرع جنبها على طول ارض ذره، يعني ادي حته ارض رز عندي هنا رز وهنا ذره. الاثنين بيتزرعوا في الصيف، الاثنين بص زي بعض بالظبط. والاثنين محتاجين حر عالي جدا. حلو؟ بس في مشكله واحده ان ده له حاجه خاصه اللي هي ايه؟ ان انا محتاج ميه عاليه جدا جدا جدا، والضرب مش محتاج ميه خالص تقريبا، ده محتاج يتزرع زرعتين ثلاثه ولا حاجه، يعني يتزرع ثلاث بيتزرعوا ثلاث مرات في السنه واربع مرات، السنه كلها، كل الزرع. طب يعني ازاي؟ لو حطيت جنب ده ممكن ده لو كل قدام البلدي تنشا عليه، يعني ده تملاه ميه. يبقى انا محتاج اكونتين ده كده اللي هو كونتينر عشان اللي جنبه ما يبوظوش. او بالظبط هتعرض لشروط ان شاء الله كمان شويه كده كمان كام يوم هنشوف الشروط دي هي ايه. ان انا محتاج افصل كل كام بارتيشن كده او كل كام فايل سيستم في كونتينر لوحده. خلاص؟ ده لنفس السبب؟ لنفس السبب. يعني كل واحد نفس العمل. مش لنفس السبب، ده لان الليميتيشن عندي او في حدود وقفتني ان هنا محتاج كذا وده محتاج كذا. لو حطيتهم جنب بعض تحصل مشاكل. اهو انا عندي ليميتيشن. ان مثلا برايمري في اي هارد ديسك اربع بارتيشن بس. فدي ليميتيشن. هنوصلها ان شاء الله بالتفصيل وهنشوف فايل سيستم معمول ازاي وكل حاجه فيه. فاهم يعني ايه؟ واحده واحده. خلاص كده؟ خمس دقايق ايه؟ كل خمس دقايق رجلي واحدة. ماشي؟ طب جميل جدا زي الفل. نشوف بقى الفايل سيستم عندي فيوز. شوف الفايل سيستم. طيب حد لسه عايز يفتح حاجة؟ امسح؟ امسح. الأول هو إيه الفرق بين الدايركتوري والفايل العادي؟ يعني إيه دايركتوري ويعني إيه فايل عادي؟ دايركتوري يعني تحديث. الدايركتوري اصلا يعني فولدر، يعني فولدر في الويندوز بيكون عندنا حاجه اسمها دايركتوري، انسى بقى كلمه فولدر دي. ماشي اوكي، دايركتوري ده بيساوي فولدر في الويندوز تحتيه حاجه اسمها مثلا دايركتوري، ممكن يساوي دايركتوري تحتوي على فولدرز او فايل. ايه الفرق بين الدايركتوري والفايل؟ بسرعه كده. الفايل هو الفايل هو زي الفولدر في الويندوز، زي الفايل هو عباره عن فايل عادي، الدايركتوري هو الفايل مش دايركتوري. الدايركتوري الفايل هو فايل عادي. دايركت فايل برضه بس بيشاور على ايوه الدايركتوري هي سبيشال فايل، انا قلت لك عليها في الجيش تقريبا صح؟ قلت لك عليه. قلت لك معايا مره في الجيش فقلت له عليه. الفايل هو فايل عادي، فايل حاجه مستقله بذاتها، فايل تكست فايل ام 3 فايل فيديو فايل فايل. اللي يفرق عن الدايركتوري ان الدايركتوري هي برضه فايل بس سبيشال فايل بيشاور على اصل فايلز. خلاص؟ مش يعني انت قلت ان الدايركتوري له تحتيه سب دايركتوري، الفايل ملوش تحتيه سب دايركتوري. ما هو الدايركتوري دي لما اشرح على سب دايركتوريز، الدايركتوريز اللي جوه دي تعمل على اساس ان هي فايلز برضه. تمام اوكي. هي الدايركتوري سبيشال فايل برضه. هو فايل عادي بس سبيشال فايل. خلاص؟ ان شاء الله هنطلب التفصيل في الاينود تيبل. مش عارف انا كنت بقول اينود كده افتكرت انا. كنت شرحت لك اينود مره في الجيش. ماشي؟ طيب. ايوه اقول لك ايش كميه وقت فاضي ما عندناش فيه حاجه يعني فلازم نستغل. طيب شوف الفايل سيستم عندي. الفايل سيستم عندي بالمنظر ده كده.
ماشي كده؟ طب زي الفل. حلو جدا الكلام ده. ايه بقى يا عم اللي بيحصل ده؟ ايه بقى اللي بيحصل ده؟ قال لك الفايل سيستم بتاعك، الفايل سيستم بتاعك انفرت تري. يعني ايه؟ شجره معكوسه او شجره مقلوبه. الشجره المقلوبه الجذر بتاعها او الروت بتاع الشجره دي هو اسمه عندنا سلاش. سلاش سلاش ده بيسموه الروت فايل سيستم. الروت فايل سيستم في ويندوز بقى، عشان انا جايبها لكم وعندكم عندي عشان تشتغلوا شغل ويندوز. في ويندوز التقسيم بالمنظر ده، عندي السي والدي والاي صح؟ والناس كلها تحت السي نقطتين دوكيومنتس اند سيتنج مش عارف ايه، ولا السي ويندوز ولا السي بروجرام فايل مش عارف. الحاجات دي كلها تقريبا شفتوها صح ولا غلط؟ لا عندنا مفيش الكلام ده. عندنا السيستم بالظبط متظبط كده، اللي هو انفرتد تري. بتبدا بالسلاش، تحت السلاش دي شويه دايركتوريز. لو انت حسبتها كانفرتد تري تبقى بالمنظر ده كده. كل فرع طالع منه شويه حاجات، كل شويه حاجات طالع منها شويه افرع ثانيه، يعني ده كده وده طالع منه كده بالمنظر ده كده. شجره مقلوبه لو انت قلبتها بالمنظر بالعكس تبقى عامله كده بالظبط. ده السلاش طالع منه كده شويه افرع، وكل فرع طالع منه فرع ثاني، وكل فرع طالع منه فرع، كل فرع طالع منه فرع بالمنظر ده كده. شجره مقلوبه بتبدا بمين؟ السلاش. خلاص السلاش هو ايه؟ روت فايل سيستم. والسلاش هو البيرنت اوف اتسيلف. يعني مش واحد يقول لي يقول لي البيرنت بتاع السلاش ده هو بدايه السيستم، يبقى ده الحاجه بتاع السيستم ده البيرنت فيه اوف اتسيلف. خلاص تحت السلاش ده شويه دايركتوري. طب السلاش ده اقدر اقول عليه هو السي ولا البرايمري بارتيشن؟ ده الروت فايل سيستم بتاعك. يعني هو يكافئ ايه في السيستم اللي هم بتاعك؟ سي يساوي السي. يكافئ السي يكافئ. هو مش شبهه قوي. خلاص هقول لك بس ايه ميديا وايه ميديا والكلام ده. هو يعتبر اللي فوق. هو اللي فوق. تمام. خلاص يعني اعتبر ان الويندوز كله عندك هو بارتيشن واحد. تمام. اعتبر الهارد عندك كله بارتيشن واحد بالمنظر ده كده. مش طبعا الكلام ده بقى خلاص. ده الهارد بتاعك كله. كل الملفات بتبقى تحته. صح؟ هو ده بالظبط. ماشي؟ طيب. امسح الكلام ده ثانيه واحده عشان نلاقي مكان بس نكتب فيه. طيب اول حاجه عندك قال لك سلاش روت. سلاش روت شيل بقى السلاش دي عايز اوضح لكم في الاول. سلاش هي قال لك عشان ده روت اقرا الاول من فوق يبقى سلاش روت سلاش هوم سلاش اي سي سلاش بار سلاش بلوك سلاش ام ان تي وانت ماشي كده. في مشكله؟ حلو جدا. طيب سلاش روت قال لك روت دي الدايركتري، دي الهوم دايركتري بتاع الروت يوزر. دي الهوم دايركتري بتاع الروت يوزر. طيب سلاش هوم قال لك دي الهوم دايركتري بتاع اليوزرز التانيين. يعني عندي يوزر اسمه احمد زهري يتحط فوق. يتحط فوق. لكن لو رحت للروت هروح للتارجت ده. لو انا روت بقى هروح سلاش روت بس. هو واقف سلاش سلاش هو. فاصلين الروت عن بقيه السيستم. يعني فاصلين الهوم دايركتوري بتاع الروت عن الهوم دايركتوري بتاع الاذر يوزر. معنى ذلك ان الروت تحتيه معظم التارجتس دول برضه. خلي بالك في دلوقتي في خلاط الحاجتين. في روت فاين سيستم سلاش. الروت وفي روت اللي هو الدايركتوري. اقصد ان انا لو عملت سلاش لو انا دلوقتي واقف في التارجت سلاش روت جواه هضغط في التارجت سلاش روت سلاش روت جواه هلاقي جواه هوم واي تي سي وفراغات برضه. لا مش هتلاقي جواها الهوم دايركتوري بتاع الروت. روت انت بس هتلاقي جواها اي حاجه غير ملفات الروت بس. الدوكيومنتس فيديو الحاجات دي فيها داونلودز ايمجز ديسك توب بتاعه. يعني ده هيساوي سلاش سلاش هوم سلاش اسم اليوزر. ايوه تمام. اه تمام خلاص. اللي هو هلاقي جواه ديسك توب. ايوه بس فصل الروت طبعا لان الروت له اللي هو باي ديفولت كله ديسك توب موجود فيه. ايوه تمام. انما بقيه اليوزرز تحت سلاش هوم. عندي يوزر اسمه محمد يبقى سلاش هوم. محمد ايه؟ سلاش هوم. حسن سلاش هوم. خلاص؟ طيب اي تي سي. اي تي سي فيها كل ملفات الكونفجريشن بتاع السيستم. اي تي سي فيها ملفات الكونفجريشن بتاع السيستم. ماشي كده؟ خلاص؟
يبقى سلاش هوم ده ايه؟ دي بتاع الروت الروت يوزر. سلاش هوم دي الهوم دايركتوريز بتاع اليوزرز العاديين. طيب سلاش اي تي سي دي الكونفجريشن فايلز فيها. طيب سلاش بار سلاش بار دي فيها الفايلز الفاريبل فايلز الفايلز بغير كل شويه. زي مثلا كمثال ملفات الهوم سيرفر احطها هنا. ملفات الهوم سيرفر المفروض ان هي بتتغير كل فتره يعني. ملفات الاف تي بي سيرفر بتتغير كل فتره. فحاطين في سلاش بار بعض اجزاء من الكونفجريشن فايلز خفيفه قوي خلاص. زي مثلا ملفات الكونفجريشن بتاع الدي ان اس في قلب سلاش بار خلاص. زائد الفاريبل فايلز يعني الفايلز اللي كل شويه بتتغير. سلاش بار فيها ملفات فيها الفاريبل فايلز وبعض ملفات صغيره جدا من الكونفجريشن يعني هتلاقيها واحد في المليون لما تشوفها. هو ده في السيرفرات المفروض تخليه كبير. المفروض السيرفرات تخليه كبير سلاش بار ده لان انت ما بتلاقيش بقى كل حاجه. تلاقي عندك الداتا بيس موجوده فيه، تلاقي عندك ملفات الاباتشي فيه، ملفات الاف تي بي سيرفر فيه، كل حاجه. ملفات ال قول معايا البروكسي فيه، البروكسي سيرفر راس كويد، تلاقي عندك كميه ملفات بالهبل جواه. يعني الريكومند اللي وانا بنزل السيستم الريكومند المفروض سلاش بار يبقى بارتيشن لوحده ويكون على ان في ام بارتيشن عشان تعرف تعمله اكستند بعد كده او تزود مساحته في المستقبل. خلاص هو انت المفروض اصلا يكون السيستم بتاعك كله على ال في ام بارتيشن. انا اقول بعدين ال في ام بارتيشن ده انا ممكن اعمله ريسايز كده اونلاين في الهواء يعني. بس شرط يكون في سبيس بعديه فاضي. مش من ده مش من من هارد ديسك واحد، من اكتر من هارد ديسك زي الميرور كده في ال غير الرينج. غير الرينج لما نيجي بقى لما نيجي نصبع يعني ما تحاولش تصبع يعني. مش انا بس احسن طب دلوقتي تدفع ليه؟ حاولت انا حاولت اضبط الفكره والله. بس هو عشان انا بقى اول واحد ضحيه وطاق من الوقت دلوقتي. انت خدت اللي انا بسال مش بسال، انا حاولت اربط الفكره ماشي عشان ازودكم عضلات الهيكو يعني. انا بس انت بتسمع كده. طيب سلاش بروك سلاش بروك سلاش بروك ده فيرشوال فايل. ده فيرشوال فايل سيستم اساسا. دي فيرشوال دايركتري. فيرشوال دايركتري بتتكريت كده، بتتكريت اون فلاي. البروسيسور اللي شغال والابلكيشن اللي شغال بتتكريت اون فلاي عشان تحط عشان الكيرنل يحتفظ فيها بالمعلومات اللي هو عارفها دلوقتي عن السيستم. معلومات زي ايه؟ مثلا الهوست نيم بتاعك. الكيرنل شايف الجهاز بتاعك بهوست نيم اسمه مثلا سيرفر دوت اكزامبل دوت كوم او سيرفر دوت هات دوت كوم. ده سيرفر شايفها كده. شايف مثلا ان السي بي يو بتاعك السرعه بتاعته 2.2 جيجا هرتز. ان الميموري بتاعتك مساحتها 3 جيجا. فشايف شويه معلومات على السيستم الكيرنل. بيخبي المعلومات دي فين او بيحتفظ المعلومات دي فين؟ في سلاش بروك. سلاش بروك دي فعليا مش موجوده. فعليا مش موجوده. خلاص؟ ده فيرشوال دايركتري. يعني بتتنزل من ورا تسمع في الجهاز؟ اول ما تقفل الجهاز ما تلاقيش سلاش بروك دي. مش متاكد؟ خد الهارد ديسك بتاعك اللي عليه لينكس متسطر، حطه على هارد ديسك تاني، واعمل له ماونت وشوف سلاش بروك دي مش هتلاقيها اصلا موجوده. اعمل الكاش ميموري. يعني مش هي فاضيه، لا هي مش موجوده. غير الكاش ميموري، حاول تشغل فين السوفاري والسواب وسلاش بروك. خلاص؟ ماشي. الدايركتور اصلا مش يعني هتمسح اصلا. هتمسح اساسا. ماشي كده؟ طيب نشوف الاول سلاش بن وسلاش اس بن ويوزر، وبعد كده نشوف ميديا ويمن تي. الميديا ويمن تي ليهم قصه شويه. طيب سلاش بن، سلاش بن هتلاقي فيها الباينرز. الباينرز يعني ايه؟ الابلكيشنز بتاعتك. ابلكيشن زي كان مثلا، زي بي سي خلاص؟ زي يا سيدي مين تاني؟ ال اس كات، اي ابلكيشن عندك هتلاقيها في سلاش بن. طب سلاش هي بيلت ان سيستم اللي هي اليوزرز كلهم ممكن يحتسوه. اللي هو اليوزر كلها. اليوزر كلها. طب لو انا بلعب داونلود ابلكيشن خاص بيا او جديد باكج جديد. يبقى في البروفايل بتاعك. يعني ايه بالداونلود ابلكيشن خاص بيك؟ الابلكيشن ده هيتوقف عليه حاجتين، الابلكيشن ده هيعمل ايه في السيستم؟ يعني ليك برميشن تنفذه؟ ده ليك برميشن تنفذه يبقى لازم تعمل مثلا يعني تعمل له انستول، لازم تاخد برميشن مرور تعمل له انستول. لما بينزل انستول بيودي ملفات باينري في السلاش بين. المفروض يحط ملفات الباينري بتاعته في سلاش بن عشان يبقى اي يوزر يأكسس الابلكيشن ده. ايوه بالظبط. يعني اي زي كانه مسطر برنامج بينزل في الملفات بتاعته فايلز مش عارف كذا. ايوه سلاش بن. بس لاحظ ان في عندك اس بن او سيستم بن. اه الفرق ايه الفرق الاثنين؟ ان سيستم بن سيستم بن ده فيه الايه؟ الباينريز او الابلكيشنز اللي الروت ممكن يستخدمها. ممكن يستخدمها الابلكيشنز اللي فيها ادمنستريتف بريفليج زي مثلا اي اف كونفيج، زي اف ديسك. اه
مش اي يوزر بي مش اي يوزر بنفس الابلكيشنز دي فلازم تكون محطوطه بس كده الروت في مكان هو الوحيد اللي ممكن يشوفها فيه خلاص انما الحاجات الثانيه كلها كات وليست انما كات وليست دول حاجات الشركه باليوزر يا اما بتستاش منه يا اما بتستاش يوزر خلاص فبستاش منه قلنا فيها ملفات بتاع اليوزر صح واسبن فيها ملفات بتاع الروت ده كلها ابلكيشنز بس دي ابلكيشنز اليوزر كله ممكن يشوفوها او ابلكيشنز سبن بن في الابلكيشنز اليوزر ممكن يشوفوه واسبن لا ممكن يشوفه طيب سلاش يوزر سلاش يوزر بقى فيها كمان فيها هتلاقي فيها سلاش يوزر هتلاقي فيها بقى السكنز بتاعك السكنز بتاع السيستم الايكونز الدوكيومنتيشن خلاص اللي هي بالاخر يعني سلاش يوزر هتلاقي فيها معظم الشيرد فايلز على السيستم معظم الشيرد فايلز على السيستم طب فين كده يوزر هنا مش مركز على التوكت سلاش يوزر هتلاقي فيها مثلا السكنز بتاع السيستم سكنز سكنز اه سين تمام اوكي خلاص طيب هتلاقي فيها الايكونز ايكونز هتلاقي فيها دوكيومنتيشن هتلاقي فيها فورمز خلاص هتلاقي فيها باينرز شيرد للناس كلها ان هم يشوفوها مش كده يعني ممكن اقول ان اليوزر ده بيرسونايزد اكتر يعني اكتر من ايوه خاص باليوزر فالشوزر دي خاصه باليوزر بتاع السيستم كله السيستم كله كله اليوزر كله اللي على السيستم ممكن يشوفوه يعني تحت اليوزر ده مفيش سلاش باسم اليوزر لا يعني انا لو حطيت فونتس على الانترنت حطيتها في يوزر هنحط سلاش يوزر شير فونت شير فونت خلاص كل اليوزرز اللي على السيستم هياكسسوه وكل يوزر اصلا هياكسس لهم بيرميشنز ان هم يقدروا ياخدوا لانها بقت يعني زي تساوي البين كده ان هو يقدر ياكسسها عادي فبقى الفرق بين ان هو ياكسسها وفرق بين ان هو يعدلها لا ما ملوش بيرميشن يعدل خلي بالك عشان ما تفهمش غلط طب لو في يوزر مين يقدر يعملها ايديت الروت بس ايوه لان مفيش حاجه بالمش انا اكس الملف ده يعني الملف ده بقى ده كليه طب اكس الملف ده الملف ده بقى رايت كليه بين الريد والرايت ايوه لو مفيش تحتيه سلاش يوزرز يبقى هو ريد للفور اول صح لو تحتيه يوزرز يبقى في ريد ورايت انا اقدر احددها لاي يوزر انا عايزه بالبرميشن هو لو ما تحاولش يعني تعدي انت بالبرميشن بتاع ابلكيشن جاي لك جاهز تمام مش ابلكيشن انا بتكلم في حاله فونتس مثلا فايل صح مش مشكله يعني لو اليوزر تحتيه تارجتس اسماء اليوزر اقدر احدد اغير بالبرميشن يعني ايه تارجتس يعني اليوزر ده لو انا زي هوم كده تحتيه سلاش معاذ ومحمد واحد كده ممكن اقول لمعاذ اقرا اليوزر تحتيه محمد واحمد لا بقول لو هوم ايوه هوم دلوقتي تحتيه معاذ ومحمد واحد ممكن اقول لمعاذ لهم بالبرميشن كده ويقرا على فونتس في مكان ثاني ممكن يعدل بس اليوزر ما ينفعش كلها ريد فور لان مفيش تحت اليوزر اصلا اه للسيستم كله أيوة. الوحيد اللي له بيرميشن اديت الروت ايوه خلاص اه جميل جدا زي الفل لسه ايه تاني سلاش ميديا وام ان تي سلاش ميديا وام ان تي دول بستخدمهم عشان اعمل ماونت لاي بارتيشن عندي ايه ماونت ده بقى في ويندوز عندك سي وعندك دي وعندك اي واف ومش عارف ايه المنظر ده اصلا الدي والاي والاف والحاجات دي بتعمل لها اوتو ماونت كده كبارتيشن اسمه دي بتعمل لها درايف ليتر بتعمل لها اوتو ماونت كلهم بس اليوزر ما بتحسش بالكلام ده خالص لو اتعمل اوتو ماونت ماشي اليوزر ما بتحسش خالص لو اتعمل اوتو ماونت اول ما بيمسك درايف ليتر بتعمل له ماونت تحته بقى اكسسها يعني انا عندي خمس بارتيشنات الاقي البارتيشن عليه سيستم اللي هو فايل سيستم والاقي التاني بقى اعمل لهم ماونت هتلاقي الاي والاي والاف تحت فولدر ماونت لا مش بتكلم على بتكلم على ويندوز تمام وبالمنظر ده عندك السي وعندك بارتيشنز تانيه تمام البارتيشن اصلا التانيه دي هي ظهرت ليه؟ لانها اوتو ماونت اه تمام اوكي خلاص اه لكن مفيش اوتو ماونت في اللينكس لا في اوتو ماونت دلوقتي حاليا ومن زمان اصلا موجود يعني انا دلوقتي انا عندي هارد خمسه فانا لما اجي اعمل ماونت لاي بارتيشن عندي هعمله تحت سلاش ميديا ده طب معلش قبل ما نسبق الموضوع ده احنا دلوقتي عندي في الهارد خمس بارتيشنات لسه منتقل حديثا من لينكس من الويندوز للينكس تمام هاجي اقف في الدايركت بتاعي مش هلاقي بارتيشن اللي هو اللي نازل عليه السيستم بس اللي هو فايل سيستم اه تمام بقيت البارتيشنز فيه اللي هم الخمسه الباقيين ما بقوش ظاهرين في الفايل براوزر او في انت تعملهم ماونت لازم اعملهم ماونت يعني مفيش اوتو ماونت دلوقتي في اوتو ماونت بس استنى الروت بس الروت بتاخد في اوتو ماونت تمام خلاص بس استنى على نفسك استنى اصبر خلاص يبقى اي بارتيشن عندك انت عايز تعمله ماونت هتعمله ماونت فين يعني ايه تعمل بارتيشن ماونت يعني ايه تعمله ماونت
اولا البارتيشن موجود عندك اصلا يعني كاستورج من قصر هارد ديسك متعرفه على سيستم مش متعرفه على سيستم انت بتربطه بالسيستم يعني انت عندك السلاش هيجي تحتها مثلا ميديا تحتها ام ان تي تحتها تي تي سي تحتها مش عارف سلاش هوم يعني ايه عملت له انا بقى مود يعني عملت له مود انا عندي الهارد ديسك بالمنظر ده كده لو فتحته بارتيشن ماجيك او باي برنامج تقسيم هلاقي عندك مثلا ده سلاش ومش عارف وده مثلا داتا انت كل اللي انت بتعمله بتاخد البارتيشن ده كله كده تربطه في الشبكه عندك ويبقى اكسبه من سلاش ميديا مثلا من سلاش ميديا خلاص يعني عملت له مود سلاش ميديا هيبقى اكسسبل من سلاش ميديا لو انا جيت كتبت سلاش ميديا بقى ساعتها ما بكتبش سلاش ميديا نفسها ده انا بكتب على اللي هي بتشاور عليه دلوقتي بتشاور على داتا خلاص لو جيت عملت لها اباوند زي كانه درايف تحت ميديا اللي هو اليو اس بي سيدروم وكده ايوه كانه درايف تحت ميديا تمام خلاص كانه ميديا دي بقى درايف طب وفولدر ماونت ده شايل ده تمام وفولدر ماونت دلوقتي ام ان تي بقى تحت ايه ماونت ام ان تي لسه ما عملتش في حاجه انت هو ايه طب احنا دلوقتي لو كان عندي بارتيشن ثاني مسميه مثلا ريكفري جيت عملت ماونت ريكفري في ام ان تي يبقى ام ان تي بيشاور على مين على ريكفري لو انت كتبت في ام ان تي فهي ما بتكتبش ام ان تي نفسها تمام انا بكتب في قلب ريكفري لان ام ان تي دلوقتي بيبقى معمول لها بيشاور عليه طب امتى اعمل ماونت من ام ان تي وامتى اعمل ماونت من ميديا ليه بقى ميديا وليه ام ان تي يعني ليه الاثنين موجودين اولا الاول فايل سيستم كان متعمل لها يعني ككونفنشن كان متعمل لها ماونت في ام ان تي تاني كده الاول زمان اربع خمس سنين الكلام ده وانت راجع كان معظم الفايل سيستم متعمل لها ماونت في سلاش ام ان تي معظم الفايل سيستم ايوه بيتعملها في ام ان تي يعني انت لما جيت لما جيت عندك عملت يو اس بي درايف عملت ضفت هارد ديسك جديد وعايز تعمل ماونت البارتيشن كان الاول عمال ماونت تحت ام ان تي كان اسمه ماونت داش طب ام ان تي حاليا بدأوا الناس بدل ما يعملوا ام ان تي في قلب ميديا اللي هي فايل سيستم حاليا واليو اس يو اي بلاج ريموفر ريموفر طب قلب ميديا تمام ليه سموها ميديا ريموفر ريموفر يعني في كلمه كده ريموفابل ميديا راحوا واخدين ميديا كده عملوا ايه؟ دايركتور جديد قال لك دير ريموفابل ميديا بقى معظم الناس اصلا دلوقتي بيشتغلوا في مين؟ في ميديا بس لكن انا اعمل ام اعمل ماونت من في ميديا في اي مكان عادي مش تفرق معايا انا ممكن ماونت على الديسكتوب عندي ايوه انا عارف لكن انا بتكلم اللي هو الديفايس اصلا اقدر ايه تحت ميديا فقلب ميديا تمام بس خلاص فاهم حاليا انا عندي ماونت تحت ميديا بس ام ان دي الدايركتور القديمه اللي كان بيتعمل فيها ماونت دي القديمه حاليا ميديا هي الجديده بس انا هتفرق معاه بس انا عملت ماونت حتى في المريخ تفرق معايا مش تفرق معاه ده مجرد مكان بس انا عارفه اكيد سابوا منين المجرد ده فكرت في فرق بس كنت لا مش فرق بس طبعا حتى لو انا عملت هنا او هنا لما بعدل السيستم او اي حاجه ماليش دعوه طبعا بان انا عملته في البارتيشن على طول ماونت ده تاني انا مثلا لما دخلته على الميديا ايوه جزء انت عملت ماونت الداتا في ميديا ولا عملت معايا كده اتوقع مثلا لو حتى عملت ماونت الداتا دوت على الديسكتوب عندي وان شاء الله على لينكس عادي ونزلت سيستم ممكن يحط في مخه ان البارتيشن هو بيطير كمان مش فاهم اي حاجه في الكلام مش فاهم اي حاجه يعني دلوقتي عملت ماونت الداتا مثلا بنتكلم على ويندوز انا اقصده فكره ويندوز ان لو اي حاجه على الديسكتوب بيبقى على السي يعني الفكره لما السي فورمات بتدي لك حاجه على الديسكتوب في الحاله دي في ناس ممكن تقوم جايه خالص تقول لك لو انا عملت ماونت الداتا ده على الديسكتوب عادي ولا في لينكس لو عملت فورمات لينكس ونزلت تاني هتضيع يا كمان لا مو الماونت ده يعتبر شورت كات صح؟ لسه بتشاور عليه يعني يعتبر شورت كات اروح له بيه ايوه بالظبط بس يعني زي لو انا عملت فيرجوال ديمون تولز عندي بقول ماونت ال سي دي هاي عندي ايوه هو بالظبط ما بيعدلش في الام دي اس بيعدل في الابلكيشن انا سطبها ما بيعملش السورس فايل ايوه كده طب احنا كده ناقصين حاجه صح سلاش تيم عندك كمان سلاش تيم لا ده في لايبرريز في اللايبرريز للسيستم محتاجها تلاقي عندك ملفات اس او بقى تعيش حياتك تم ليه تم مش تم ملفات اللب لب لايبرريز لايبرريز خلاص لايبرريز زي بتاع جي سي كومبايلرز والكلام من خلاص بقى عندك زي بالظبط اس او دي تشابه ملفات الدي ال ال في ويندوز عارفين ملفات الدي ال ال اكيد طبعا كلنا عارفينها يعني خلاص فدي في لايبرز السيستم كلها محتاجه في اللاب دي من اسماء اساسا يعني في مشكله طب واللي هو التارجت بتاع تمب مش مهم تمب تي ام بي لسه انا في حاجتين كمان تمام خلاص
في عندك كمان سلاش تيرم وفي تيمبرري فايلز خلاص. في اللي احنا بقى لسه عايز بقى الاخر ديف ديف اللي هو الديفايس فايلز. الديفايس فايلز الهارد ديسك بتاعك ده هو ديفايس. طب ممكن الفلاش دي هي ديفايس ممكن نسيب الديف لحد الاخر ونتكلم في التيمبو اللي التيم بس يا تيم شغل التيم التيم اللي هو تيمبر فايلز بتاعت ايه بقى تيمبر فايلز بتاعت الابلكيشنز اللي شغال بتاعت الابلكيشنز مش بتاعت السيرفيس اللي شغال بتاعت الابلكيشن والسيرفيس اي حاجه ترن على اساس تيمبر فايلز زي اباتشي مثلا بيرمي في الفار ايه ده مش احنا قلنا دلوقتي سيرفيس زي اباتشي ابدا الفار ده كمان في حاجه مهمه جدا ملفات اللوج فايلز بتاعتك ايوه اه تمام ماشي تاني طب اللي اه انا هقول لك هسالك حاجه في اللوج فايلز بس رجع الاول دلوقتي تقول التيم أيوه. في الديبوري فايلز بتاعت السيرفيس حط فين في تيم اه طب مش بتاع كل الابلكيشن مش سيرفيس بس اي ابلكيشن طب سيرفيس زي الاباتشي بيرمي ملفات هيرمي في تيم ولا في فايل اي ملفات اللي هيرميها ملفات التيمبوري بتاعته ولا ملفات ايه بالظبط اه في ملفات بتاعته اسمه في ملفات تيمبوري في السيرفيس لا ملفات الاباتشي منقسمه لثلاث حاجات يا اما ملفات الكونفيجريشن ودي قلب الاي تي سي اي تي سي يا اما ملفات بتاع السيرفر نفسه بتاع ملف السيرفر ملف السيرفر نفسه ودي في قلب سلاش بار www.html التيم اللي بيشغل السيرفر يبقى ملفات اللوج في قلب سلاش بار لوج مسج او بار لوج اباتشي هتقفل الملفات بتاعتك حسب ما انت عامل الملفات بتاعتك لكن التيم بتاع السيرفر اللي شغال اول ما راستر التيمات دي تروح كله بيطير تمام مش اول ما راستر هو المفروض كل كام يوم كده بروح انا انضف التيم انا انضف التيم زي التيم ايه انا مش شايف انا خلاص التيم بوتش هناخده كمان دقيقه اصبر على نفسك دقيقه ماشي طيب معلش اللوج ريدبل باي ايفري ون ولا اللوج باي ايفري ون لا روت روت بس اه ما اقدرش اكسس اللوج لا طب واللوجات دي لو روت دخلت هاش ولا لا كلام عادي بباسورد بكل حاجه برين تكست باسورد بس بتاعته مش لوجات يعني يوزر الباسورد بتاع الناس اللي دخلت الكلام ده كله يعني يوزر هو عرفك ان يوزر كذا دخل بس يديك باسورد الراجل ايه الكلام ده انت اصلا لو روت عايز تغير باسورد او عايز تغيرها اسمها كده تعرف اه مش لازم صح فعلا مش لازم ياخد الباسورد وبعدين خلي بالك لو انت روت وحبيت تروح كيوزر في ثانية وتروح ما تطلبش منك باسورد انما لو انت يوزر وعايز تروح كروت بيسألك يبقى انت من بيرميشن يعني انت معاك بريفليج اعلى وحبيت تروح لاقل تنزل على طول اه تمام عادي انما لو انت معاك اقل وعايز تطلع لاعلى عايز ترقى ساعتها تطلب منك ماشي كده؟ في مشاكل؟ طب نتكلم على الديف ديفايس الديف بقى فيها الديفايس فايلز قال لك كل الهاردوير بتاعك ده يعتبر هو ديفايس فايل يعني كل بارتيشن عندك هو ديفايس فايل الفلاشه بتاعتك هي ديفايس فايل السكرين هي ديفايس فايل خلاص؟ يعني اي الدي يو اي اصلا الدي يو اي نفسها باعتبارها ديفايس فايل وسيريال ديفايس كمان يعني هي قاعده اي حاجه في لينكس عباره عن تكست فايل فرق بين التكست فايلز والديفايس فايلز الديفايس فايل ده الهاردوير اتاتش بالجهاز بتاعك طب الفايل ده انا هكسسه ازاي عباره عن ايه ايه طيب الفايل ده هو ديفايس فايل ديفايس فايل هتلاقي منها سيريال فايلز وهتلاقي فيها بلوك ديفايسز وهتلاقي فيها كاركتر ديفايس ايوه تمام اصبر بص 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 امسح خلاص؟ انا بقى وجعني افكر في الكلام النهارده كرسيين وواحد ده طب انت تشرح هناك حبه من ده على حبه من ده لما ابص تعرف ان انت كراوي لا هو انت فاكر كده لو قعدت في كورس بفضل قاعد ساكت كده ولا لساني تسكت؟ لا بديله كرسيين ايوه طب انت هتاخد كورس بايثون دلوقتي تمام؟ اه ما تسالش ده بس كده؟ لا ده طبعا مملي يعني خلاص انا كده بس هحاول اكتب النهارده بحاول اخد الفكره كامله بس والله ماشي حلو جدا شكلك بس يعني عندك فكره اخر خدت تخيل جافا اكيد يعني جافا مين يا عم من خمس سنين جافا دي في البيت يعني الحاجه اللي كنت بتاعها دلوقتي حاجه مهمه جدا عايز اقولها مهمه جدا هي ايه؟ ان انا لو عندي سلاش ده وعندي مثلا فار وعندي بوم وعندي مثلا بل كل
كل واحد فيهم دول بارتيشن. لو سلاش بقى 10 جيجا وفار بقى 5 جيجا ما اقدرش اكتب في سلاش فار اكتر من 5 جيجا حتى لو فار ده موجود تحت السلاش. والسلاش اصلا كله 20 جيجا مثلا، حتى لو السلاش كله 10، السلاش 10 جيجا اهو، لو فار حتى موجود تحته ما اقدرش اكتب في سلاش فار اكتر من 5 جيجا. يعني هي اسمها ديديكيتد سبيس. ديديكيتد سبيس يعني في فرق بين ان انا اعمله موجود تحت البارتيشن الفلاني، في فرق بين ان هو اصلا مساحته قد ايه. يبقى ما يجيش واحد سلاش فار ده مثلا 5 جيجا وقول لي طب ما السلاش يا عم فاضي فيه 10 جيجا اهو. لا يا عم حاج ثانيه واحده، ده بقى اصلا مساحته قد ايه؟ 5 يبقى انا بكتبش اختار فيه هو نفسه من 5. طب اعرف ايديتابل؟ يعني ايه ايديتابل؟ بالروت يعني الروت يقدر يعدل مثلا في السبيس بتاعت الفار مثلا. اه طبعا بيعدل في اي حاجه ثانيه. طب والايديتابل هنا الايديتابل من غير لازم افرق ولا زي ويندوز؟ مش لازم يمسح؟ مش لازم يعني ممكن اغير السايز؟ لا طبعا قبل ما تعمل عمليه زي دي لازم تاخد باك اب كله من السيستم. افرض دلوقتي انت بتعمل هكرر خطا عليك، هو طبعا ده مش سيناريو بيعمل اي سيرفر محترم لما تقعد كده شغال في شركه في سيرفر اكيد يعني في يو اس شغال وفي باك اب اصلا في بيك اب باك اب على طول. فاعتبر ان دلوقتي ادمنستريتور زي ما قلت لك ادمنستريتور مش واخد باك اب وعايز يطلب بمار فساعتها بتحط مشكله انك تاخد باك اب الاول من السيستم وعادي. لكن انا بتكلم في الحاله العاديه ان هو ممكن اعمله عادي من غير ديليت الفايل. طبعا يعني ابلكيشن هايص هنعمل كل يوم 20 30 بارتيشن كده ونمسح، نعمل طول النهار ليلت ونمسح ليلت ونمسح لما نزهق هنكتشف كل يوم اكتر من خلاص. طيب دول الكلمتين اللي كنت عايز اقولهم بس على الفايل سيستم. حل دلوقتي الموضوع زي الفل مش اي مشكله خالص. تعالوا بقى كده ايه نفس مفصل تاني بس مش هاخده كله واحد زي اللي فات، دي حاجة بسيطة جدا يعني. طيب ممكن أوضح في الفرنسا؟ طب نيجي نعمل أرقام جديد؟ رد عادي بس أنا أقول دلوقتي لا سيم موبايل غير مفتوح وغيري أمر مستبد يعني مستبد في الكورسات بتاعتي. لا سيم موبايل مفتوح وغيري يقف 10 دقايق على رجلي. أنا مش هقول عشان هو والدي هيتصل كمان ساعة ف خلي المكالمة اللي بسمعها حاليا مش عارف ليه افتكرت العميل ده. انا لازم اكون مستعد ولازم اكون الصوت دي خلاص انا بشرح لكم جامد اهو، يبقى لازم استغل يعني مش انا اقف من النهار من الصبح لما احنا وانتوا قاعدين كده. طب مصطفى ممكن ايه الاكسبلينشن بتاع الاكسبلينشن؟ ايه الاكسبلينشن بتاع الاكسبلينشن؟ ايه المسج اللي ظهر فيك؟ ايه؟ اس اس اي ريجكتنج ام او تو اسكاسي مش عارف ايه كده ريجكتنج اي او تو مش عارف دي ديفايس اضغط انتر كده. طيب هو اصلا طيب ادي مثلا هي بقى تظهر رسائل كده حصل اي او ايرور النهارده ديسك عندك او حصل اي او ايرور في السي دي روم يطلع لك الرساله دي ويبقى يعني بعد الرساله يبقى الايرور ده ريزولفد ولا لسه في فيل؟ يعني هو حصل ايرور؟ لا لا هو عرف ان في ايرور بس خلاص بجد. انا بقى شيك الايرور ده بقى. طب ايه الاسكاي ده كده هتسجل في اللوب؟ المفروض تسجل في اللوب طبعا. طب وايه السكاي ده؟ مش عارف السكاي هو ايه؟ ونز ادمن؟ انت بتقول ام سي سي؟ سكازي؟ ايوه انت بتقول انت ام سي سي؟ حضرتك سكازي بجد بتقول انت ام سي سي؟ بس استنى والله سمعت سكازي خالص قبل كده شفته؟ لا انا زي الهارد ديسك اللي هو بيتفك ده بتشيل ما شفتش سيرفر خالص وانت ام سي سي؟ شو الشركه مش عارف شركه ايه ولا ما هو انا مش ما عملتش ديبلويمنت سيرفرات شغال معظم شغلي كان اوتارات سكازي ده اختصار لسمول كمبيوتر سيستم تحديث. سمول كمبيوتر سيستم تحديث. خلاص الهاردات السكازي دي بتتميز بسرعه عاليه جدا جدا جدا. انا جات لي فرصه الحمد لله شفت السكازي ده في حياتي قبل ما اموت شفته في الجيش. فاكر السيرفر؟ طب انت شفت برضه شفته؟ انا فكيته في الجيش مش كده قعدت فكيته كده وقعدت اتفرج عليه مسكت ايدي كده وبتاع. اسمه ايه؟ شكله حلو يعني تقيل كده. السكازي ده سرعته عاليه جدا. السكازي ده ايام ما كانت سرعه اعلى هارد ديسك موجود. كانت 66 ميجا فاكر انت الهاردات القديمه جدا دي؟ خلاص ما كانتش 40 جيجا و20 ايوه الهارد 20 جيجا والهارد 40 جيجا 60 ميجا بس كانت سرعته ايمان 300 ميجا بير سكند فده بالنسبه لها كان اعجاز علمي. ده بيشتغل يعني ده اللي ده السيرفرات طبعا عشان لما اجي اكسس السرعه بتاعت الريدنج والرايتنج للفايلز لو حصل كان عنده ايه؟ ممكن نشيل عادي حسب السيرفر نفسك بيسبورته هز لاج ولا كله ضايع بقى خلاص لو هو بلاك تشد وترمي وتشيل تحط براحتك والكيبل كله بلاك انت لازم تقفل السيرفر وبعد كده تشيل حاجه تشيل الهارد ديسك بتاعك ده كان عندك اللويك كنت بتشدها منه كده. طب وسبورت الكيبلز اللي هم العاديه بقى
لا مش كيبورد زي بتاعتك دي ده الكيبورد بتاعه انت اصلا بتحطه في قلب الراك بتاعه تقفله المسامير وتزقه في الجهاز ده ايه الكيبل بقى الاخير بتاعه اللي وصل مش كيبورد هو اصلا بتحطه في قلب الراك بتاعه او الغطا بتاعه دوت تحطه في الراك وتقفل المسامير الراك ضغط ده الراك ضغط ده اصلا متوصل في الاسكاسي فيه شريط كار من فوق هو اللي موصل بس للهارد توصل عامل زي راك الهارد عادي عامل زي راك الهارد بالظبط اوكي ماشي اللي ورا ده خارج لايه اللي ورا ده خارج للهارد نفسه الكيبل ايه بقى مفيش كيبل هو الراك الراك ده خارج منه في الاسكاسي شكله عامل بالظبط كده هذا الراك اهو في الراك طالع يعني ده الراك اهو طالع منه كده شريحه كده بس تمام متوصله في الهارد ده رقم 1 تمام هي الشريحه داخله في الهارد ومصاب طيب طب هو السنسور ده على الشاشه ازاي اللي جوه يا عم عامل ازاي الاسكاسي ده اهو ده قطعه في ايديا هو عايز يفهم كده يا ابني الراك في شريحه بتخش في قلب ظهر الشريحه دي واصله المذر بورد لايه هو في مكان الاسكاز اللي انت بتدخل فيه خلاص متوصل اصلا في الجهاز من جوه طب ما فتحش سيرفر عشان ما اقدرش افتح السيرفر كله عايز انت عارف رجلي ولا ايه انا بس عايز اعرف ايه الكيبلز بس اللي بيستخدمها من جوه كده لا هو اكيد وصل بالمذر بورد من جوه بالكابل بكابل يعني بجد ما انا كنت عايز اعرف الكابل واكيد الكابل الاسكاسي عليه كده شويه واكيد ما اكيد كده بتقول سرعه عاليه جدا فاكيد الكابل طبعا هيختلف عن ده بكتير الكابل الاوريجنال بتاعه الاوريجنال مش هيبقى اللي هو الالترا لاسر ده يعني الكابل ابو نيو نص صح؟ عارف الكابل ابو نيو نص الاصفر ده؟ بتقول لي هو مش سالي ولا جبت حتى الكابل الاسود الاصلي هو معفن برضه يعني الاسود اصلا كل شويه بيبوظ انت لو فكيت الكابل ده 20 مره من الجهاز الكابل باظ معاك انا على فكره الكابل اتكسر من اول مره ساعات لو انت شفت عليه كده وهو مكسور من فوق البن ده لو جبت الكابل رحت عامل كده اتكسر البن بتفضل موجوده في الارض وطلع المقص بقى ولا حاجه طيب نرجع لموضوعنا بقى طبعا الكابل ده كله هتشيله في المونتاج خلاص يعني شوف المعلومه بتاعت محمد ازاي حلو يعني معلومه عن الفرق ماشي بس انا عاده نهيسه ده كتير قوي يعني ماشي طب جميل جدا كنت عايز اتكلم عن ايه؟ نسيتوني بقى خلصنا الفايل سيستم انا كنت نسيتني انا كان مش خلصت نسيتني لو عدينا الفايل سيستم خلاص يبقى بعدها فيلم هتلاقي بس ميه اشرب الفايل سيستم بتاع حاجه لسه؟ هنبدا بقى نتكلم عن الفايل سيستم يا عم ايوه حسيت ان انا ارتكبت جرمه كبيره ان انا ما شفتش الاسكاز ايوه فعلا ليه؟ فعلا اصل انت تحت الام سي اس فعلا مصطفى صاحب ما انت عملت انت بس شفته على النت والله لما سمعت الاسكاز ده اول ما سمعت اسمه وانا في اولى كليه وفي ثانيه كليه جريت جاي على النت ايه الاسكاز ده وقعدت اتفرج عليه تعالى انا اوريك الاسكاز يعمل ازاي خلاص اذا كنت بتقول ان هو بتاع سيرفر بس ايه اللي بيبقى مكتوب اول ما الجهاز بيبوظ مستحيل مكتوب اسكاز اسكاز في حاجات مكتوبه ده اس سي اي انت اصلا تلاقي الجهاز عندك كده وهو شغال اه تروح رايح كده من تحت بيقعد يقعد الهاردات شفت السيرفر ما كان بيشتغل كان بيقعد شويه لحد ما يبوظ كان بيقعد يقعد الهارد ده كذا وده كذا ولا في الاخر ده الاسكاز ده كله معمول ايه؟ اللي في البيت الجهاز العادي ماله؟ اس سي اي اللي هو الكابل كابل الباور الكابل اي اس سي اي اللي هو الاي دي بتاع الجهاز عامل دي واحده بس ما انت كنت في الجيش شغالين يقول السيرفر يا عم وانت ده عم وانت السيرفر؟ في الجيش اصلا مستفيدين بيها حاجه يعني ده كان عاملينه كده بس حاجه عظيمه امال ايه غرفه العمليات دي؟ لازم صلاه صلاه غرفه عمليات عندنا مركز العمليات ما تحاولش دي لسه عامله غريب بقول لك بتشوف في ركان سيسكو وحاجات في الاولاد هو كان بيشوف كده مكان في العالم لما بيبقى لهم فاكر السويتش سيسكو؟ السويتش ده كان نفسي اخده وانا مروح سويتش قد كده قد كده بالظبط فرع له الارض قال له ارض ايه يعني مونتريال سويتش يعني ولا سويتش بس سويتش عادي سويتش بس طيب ماشي افكرت بس تقول لي كده فكرت بقى لو من الارض كده ده مونتريال سويتش انا شفت انت مونتريال سويتش 6500 8600 جنيه موجود هنا في الارض سويتش قد كده بص يعني الارض كده لحد هنا مونتريال ادي عامل هارد ديسك كذا فعلا ده نفس اللي عندنا هناك تيبيكال بص هو واحد اهو دي بتركب في الراك ده ظهر الراك والراك اهو متوصل بص بص بتاع الراك عامل فيه ايه اهو شايف الكابل بتاع الراك ده ما تخش وراك داخل في المراك. ايوه انا كنت عايز اعرف الكابل ده ان انا كنت ده كان سؤالي ده الهارد ده الهارد العادي تمام ده الهارد ده واحد بيستعبط هتلاقيكم يا ابني ايه كلمه سكازي اللي بتتكتب في الجهاز عندي افتح لي كده هتلاقي يا ابني الهاردات الساتا كلها بقى اسمها سكازي بس بينطق بيشوف ان هي سكازي هو الجهاز نفسه هقول لك ليه هقول لك اصبر اصبر
احنا موضوع البتاع ده هوقفكم هوقفكم بجد على رجل واحده. لا هي مهدي دي اصلا مش بره الكرسي يعني احنا بنتكلم على معلومه خارجيه. هنسي نجيب فيلم بقى بنروح اتفرج عليه. ايوه يا عم انتوا ايه مش عاجبكم؟ لا هات فيلم صح. انا يلا اقعدوا بقى يلا عشان نشرح بقى في الجيش على فيلم. اسكت بسرعه قبل ما الظابط يفكر.